وكشف قائد التوعية والإعلام بالأمن العام العقيد سامي شويرخ ضبط 96 مكتبا وهميا للحج وأكثر من 400 ألف مخالف لأنظمة الحج والعمرة. بلغ عدد المكاتب الحج الوهمية أو شركات الحج الوهمية التي تم ضبطها حتى يوم أمس في مختلف مناطق المملكة 96 مكتبا، إضافة إلى عملية ضبط الذين يريدون أن يدخلون إلى المشاعر المقدسة أو مكة المكرمة بالتأكد من أنهم فعلا يحملون تصاريح حج نظامية. بلغ عدد مخالفي أنظمة الحج والذين تم إعادتهم على مداخل ومشارف مكة المكرمة 459,323 مخالفا من مختلف الجنسيات. طبعا المركبات التي أيضا مخالفة وتم يعني إعادتها بلغت 208,000 مركبة و 208,236 مركبة. هناك بعض الحجاج المقيمين في المملكة العربية السعودية والذين تم اتخاذ إجراءات تتعلق بإحالتهم إلى النيابة العامة أو إلى الجهات النظامية لتطبيق النظام بحقهم، بلغ عددهم 1,841 مخالفا. ما يتعلق بالمركبات التي تم حجزها وإيقافها على مداخل مكة المكرمة 3,276 مركبة.